قافلين المصنع بالجانب نعم. ولحمين طيب. مش عارف البيبان. خلينا نحلل اليوم ما حدث في مجلس إدارة البورصة واللي التقرير رصده من الموافقة على اعتماد استراتيجية خاصة بإدارة البورصة خلال السنوات الأربع القادمة، من أبرزها التعامل مع التحديات القائمة والتحرك من دائرة الأسواق التقليدية إلى الأسواق العصرية الحديثة من خلال بنية تكنولوجية وبناء تشريعي قوي. دلالة ذلك إيه برأيك؟ هل هناك نية بالفعل تطوير البورصة بشكل جديد ومختلف تماما يعود عليها وعلى المتعاملين فيها بشكل إيجابي؟ هي البورصة لو ما عملتش كده مش هتقدر تستمر يعني، وهي طبيعي البورصة طبيعي من القطاعات اللي هي سابقة في مصر، والتكنولوجيا هي أساس شغلنا. نعم. التنفيذ عن بعد، التطور التكنولوجي، البرامج اللي بتيجي، برامج المراقبة. لا شك إنه البورصة من القطاعات السباقة في هذا الأمر في مجال تكنولوجيا المعلومات يعني. لكن برضو اللي يهمني برضو في الآخر إن إحنا يبقى ما يبقاش الاهتمام بالجانب التكنولوجي والتنظيم جاء على حساب الجانب التسويقي للبورصة نفسها يعني. يعني أنا بتصور إن البورصة لابد أن تضع مثلا في الأربع سنين القادمة كم شركة تريدها أن تنتهي مثلا في 2017 يكونوا مقيدين في البورصة. هو بالفعل الدكتور محمد عمران قال إن البورصة بتسعى لجذب شركتين خليجيتين بتعملان بالسوق المصرية للقيد بسوق المال، يعني أعتقد دوت بيؤشر كما يعني ذكرت منذ قليل انه هناك نيه بالفعل لجذب مستثمرين جدد. لا احنا عاوزين يبقى فيه تارجت ويبقى فيه شغل منظم، يعني انا مش عايز المساله تبقى مجرد يعني مش عايز البورصه تنتظر من يطرق بابها ليقول لها قيديني او اريد ان ادرج عندك. انا مثلا بقترح ان تبقى فيه اداره مستقله في البورصه لشؤون الترويج وتسويق فكرة البورصة لدى الشركات غير المقيدة سواء داخل في داخل مصر أو خارج مصر. المهم أن أنا النهاردة عندي 210 شركة وفي شركات مرشحة للخروج من البورصة زي أوراسكوم للإنشاء والصناعة. نعم. طب أنا هعمل إيه الفترة اللي جاية؟ عايز أبقى 250 شركة، عايز أبقى 300 شركة، لأن لن تزيد لديك الأموال هنا ولن تجذب استثمارات من الخارج إذا كانت البضاعة اللي عندك في سوبر ماركت البورصة قليلة، لازم تزود هذا. لابد برضو أنا شايف إنه برضو لابد من بورصة المشروعات الصغيرة وبورصة النيل، لابد يبقى في تارجت انها تستقل مثلا في نهاية المدة الحالية وتزيد عدد شركاتها. شايف النهاردة البورصة برضو يجب ان تسعى انها تبقى SRO او مؤسسة ذاتية التنظيم، بمعنى انها تستقل مع الشركات العاملة بسوق التداول او السوق الثانوي وتظل هيئة الرقابة المالية مختصة بالسوق الاولي وسوق وزيادات رؤوس الاموال. رأي حضرتك ايه في اللي قاله ايضا رئيس البورصة انه بيأمل في تفعيل صناديق المؤشرات وبيسمح للمستثمرين بالتداول في السوق ثانوية على السندات زي الأسهم إلى جانب إنشاء مركز معلومات للبورصة على المعايير الدولية؟ عشان النهاردة صناديق المؤشرات تشتغل لابد النهاردة يطلعوا صانع السوق، لأن صندوق المؤشرات عشان يشتغل لازم يكون فيه 2 صناع سوق. مصر لم تعطي حتى الآن سوى رخصة واحدة لصانع سوق، وبالتالي إذا ما كانش فيه صناع سوق مش هيبقى فيه صناديق مؤشرات. يبقى لازم أشتغل على اللوجستيات اللازمة للإيه؟ لصندوق المؤشرات يعني. فلازم النهارده ان زي ما بيقولوا الشيء لزوم الشيء، فلازم صار السوق موجود عشان صندوق المؤشرات يشتغل. ما حته السوق الثانوي للسندات، المشكله ان احنا عندنا سوق السندات عندنا سوق غير منتظم مش زي السوق الامريكي. يعني انت في امريكا 70% من التداولات اليوميه في السوق الامريكي بتبقى سندات. هذا السوق اللي بيعمل حوالي 150 مليار دولار اغلبه سندات، بتبقى سندات من كل نوع، سندات حكومات وسندات ولايات وسندات شركات وسندات عالية الجودة وسندات غير جيدة الجودة. ففي حاجات كتيرة جدا. احنا عندنا السندات يعني حتى ما عندنا سندات شركات نقدر نقول حتى بتتداول، ولا سندات محليات غير بعض الهيئات هي اللي اصدرت في الفترة الاخيرة وبضمان الحكومة برضو يعني. فاعتقد انه نركز على الحاجات السهلة الاول ونخلي الحاجات الصعبة دي لمرحلة متقدمة يعني. طيب الدكتور محمد عمران ايضا اتكلم عن النية في عقد اجتماع مع مسؤولين من بورصات عالمية لها خبرة في انشاء سوق العقود الاجلة لبحث جدوى انشاء بورصة للعقود الاجلة في مصر. هل بتعتقد بالفعل انها هتكون ليها جدوى في مصر بورصة العقود الاجلة؟ والله لو ركزنا على الحاجات اللي قلتها من شوية ان انا اكبر حجم سوق الاسهم وبورصة النيل تستقل، لو حققنا دول خلال فترة الدورة دي انا اعتقد ده شيء جيد يعني. القصة مش يعني مثلا بورصة النيل خدت وقت قد ايه عشان يبقى مثلا فيها 22 شركة؟ نعم عدة سنوات.
فالنهارده مفيش مانع ابدا ان احنا نعمل تجهيزات في صوره مؤتمرات، في صوره نتعرف على سوق بورصه العقود، لغايه ما يبقى عندنا الفنيين اللازمين لهذا الامر والتكنولوجيات اللازمه لهذا الامر ونبتدي فيها بشكل تجريبي. دي مساله هتيجي بالتراكم يعني، ومن خلال عدد من السنوات اكبر من مده الدوره اللي احنا موجودين فيها يعني. طيب نبتدي نحلل النهارده المؤشرات. المؤشر الرئيسي اليوم تراجع بنسبه 0.31% وسجل 6248 نقطه. كيف تقيم حركه هذا المؤشر ونقاط الدعم والمقاومه فيه؟ يعني هو حاليا نقدر نقول ان هو حوالين نقطه دعم يعني في الوقت الحالي، اللي ما ننساش ان هو نازل من 6500 او 6500 وشويه. فطبعا الاحداث اللي حصلت الاسبوع اللي فات نهشت من قيمته بشكل كبير، يعني سحبت حوالي اكثر من 4% من قيمه المؤشر في السنه الاسبوع اللي فات، واكثر من 3% في المؤشر الثاني اللي هو ايجيكس 70. فاعتقد انه المفروض في ظل التوقعات الايجابيه لما يمكن ان يحدث في المستقبل بعد تسليم مسدد دستور لرئيس الجمهوريه ودعوته للاستفتاء، بتصور انه المستثمرين لابد ان هم يعوا ان كل ما يجري في الشارع ده كله يعني ايه دقيق بلا طحن، او يعني زي ما بيقول شكسبير العرب الفارغه اكثر دقيقه من العرب الممتلئه. وعلينا ان نركز بقى في ان احنا لابد ان نغير من ثقافتنا نفسها ناحيه نفسنا، نغير بقى انفسنا. حد احنا غيرنا النظام عايزين نغير نفسنا بقى عشان خاطر الامور تمشي بشكل ايجابي. لان العلاقه في بين السلطه والشعب علاقه مرسل ومستقبل، ما كانش المستقبل هيستقبل بشكل جيد العلاقه هتبقى فيها لكن مشكله. لكن هل بتعتقد بالفعل انه سيتم النظر الى ما يحدث في الشارع لان هو بالفعل ضجيج بلا جدوى مع اتساع نطاق التظاهر ضد قانون التظاهر نفسه يعني في الاونه الاخيره؟ هو الـ دي كلها امور هتنحسر، لان هو الفكره احنا بقى عندنا في ناس بترفض لمجرد الرفض. يعني قبل ان يصدر قانون التظاهر كان الناس بتتهم الحكومه بان ايدها مرتعش، ولما اصدر قانون التظاهر عوده للدوله البوليسيه. يعني لك ان تتخيل الطرفه اللطيفه بالامس، اما المظاهره اللي اتعملت في ميدان التحرير واللي كان واخدين الاخ اللي كان طالبها، كانت الداخليه وافقت عليها، كانت الهدف منها الدعوه الى اقاله وزير الداخليه، والداخليه ما رفضتش. نعم. وطبعا كان في اتفاق بين الناس دي وبتوع الاخوان ان انتوا تيجوا في الوسط واحنا نسيب لكم الميدان ونخلع. طبعا الجيش والشرطه متنبهين للامر فقضوا على المساله. وده برضه يخلي النهارده ان ممكن الداخليه النهارده ترفض مظاهرات لو كان هيبقى الغرض منها تغطيه او ستاره لحد تاني هيخش في الايه في المظاهرات. واعتقد ده ضروري جدا الالتزام بهذا القانون. طيب اداء الاسهم الكبرى والقياديه اليوم كيف تقيمها؟ في مقدمتها طبعا اسهم اوراسكوم تيليكوم وهيرمز والبنك التجاري الدولي والمصريه للاتصالات. يعني هو البنك التجاري الدولي اعتقد انه كان احسنهم حالا شويه النهارده، كانت تلي هيرمس كانت مستقره في اسعار في فروقات سعريه بسيطه جدا. يمكن جلوبال تيليكوم او اوراسكوم تيليكوم سابقا يعني كان فيها اهتزازات اكتر شويه، ويمكن هم طبعا اللي لعبوا الدور الاكبر في عمليه الهبوط يعني اللي هي 3% اللي احنا شفناها النهارده. نتمنى انه الامور يعني تثبت عند هذا الوضع وانه المستثمرين يستشرفوا الامور من خلال الضباب بتاع الاحداث دي يعني. طيب حركه التعاملات اليوم ما بين المستثمرين واتجاهاتهم البيعيه والشرائيه كيف تقيمها؟ يعني المستثمرين العرب والمصريين والاجانب. هو النهارده يمكن النسب اللي اعلنت عن نسب الاجانب العرب عشان دخل فيها سوق المتعاملين الرئيسيين اللي هي 350 مليون جنيه. لكن لو شلت المتعاملين الرئيسيين النسب تضربها في 2 على طول يعني. وده كمان اللي فسر لنا ليه الافراد كان نسبتهم قليله عن المعتاد، لان المؤسسات هي اللي بتشتغل في المتعاملين الرئيسيين وليس الافراد. النهارده انت تقدر تقول الفروقات بين جميع اطراف السوق مصريين وعرب واجانب كانت طفيفه جدا. يعني العرب كان عندهم صافي شراء اظن باقل من 3 مليون، والمبلغ ده كان متوزع نص على المصريين ونص على الاجانب صافي بيع. غير ايام فاتت قبل كده كان بيبقى في بيع جامد جدا للاجانب او بيع جامد جدا للعرب. فاعتقد النهارده السوق يمكن كاد يقترب ان يكون متوازن يعني. هل بتعتقد ان هناك طرف من الاطراف الثلاثه ليه تاثير اكبر على السوق؟ المصريين. المصريين. طيب النهارده ايضا تراجعت احجام التداولات، ويمكن سجلت الاسهم تداولات حوالي 353 مليون جنيه. كيف تفسر هذا التراجع برايك، وكيف يمكن ضخ سيوله جديده في السوق؟ اذكر انه مثلا من حوالي 3 اسابيع في يوم كان 900 مليون جنيه.
امبارح كان 237، النهارده 363 او 62. نعم. طيب السبب ايه؟ هل في نقص في السيوله؟ لا، السيوله موجوده، لكن في نقص او نقدر نقول عزوف عن تقديمها للسوق لغايه ما يبقى المخاطر اللي شايفها المستثمر يقتنع بانها غير حقيقيه وانها يمكن التغلب عليها. خاصه زي ما قلت من شويه انه لابد انه رئيس مجلس الوزراء يعني ينبه على الوزراء، ما حدش يعلن راي شخص خلاف ما يعلنه مجلس الوزراء. نعم. لان هذا الاختلاف، هذه الاختلافات بتعمل بلبله لدى الناس، فبتبين ان في مشكله، لدرجه بيطلع بقى اشاعات في تعديل وزاري، في مش عارف اقاله مين، في ماشي هيمشي مين، ودي كلها تكهنات. والنهارده للاسف المواقع الالكترونيه بتلعب ادوار سيئه جدا يعني. طيب اخيرا توقعاتك يا استاذ عيسى لاداء السوق غدا، وحضرتك ذكرت لي في بدايه الحلقه ان السوق يوم هابط ويوم صاعد، يعني هل نقدر نتنبأ بكره ممكن يكون في ايه او حتى لغايه اخر الاسبوع؟ هو بص يعني اعتقد بكره الجلسه برضه ممكن تبدا على انخفاض، لكن اعتقد لو في انخفاض هيبقى انخفاض ما هو يعني مش هيزيد عن المستويات اللي كانت موجوده عليها النهارده. وربما مع احتفاليه تسليم الدستور لرئيس الجمهوريه يكون بقى لها وقع جيد. وفي نفس الوقت اهم حاجه برضه انه لابد من يعني ايه ضبط الشارع بشكل اقوى من ذلك يعني. يعني مش عايز بعد كده يعني، نفسي النهارده بقى برضو رؤساء الجامعات برضو يبقى عندهم انضباط، يعني ما ينفعش يطلع الرئيس جامعه امبارح ويتكلم على انه الشرطه قتل الطالب مثلا يعني بدون تحقيق وبدون بتاع، وبعدين تطلع الكلام غير كده خالص يعني. فالنهارده نفسي النهارده الجامعات يبقى فيها انضباط اكتر من كده. امتى بقى نلغي السياسه في الجامعه؟ والجامعه اللي عاوز يشتغل في السياسه عنده الاحزاب يطلع لها، والجامعه تبقى لطالب العلم، ما تبقاش للناس خارجه من بيوتها عشان خاطر تعمل مظاهرات، مش رايحه عشان خاطر تحصل علم. فلابد ان كل واحد في موقعه يشد على تابعيه في انه خلاص البلد داخله مرحله جديده مش هينفع فيها السلوكيات السلبيه اللي احنا عشناها. نتمنى ان يمر غدا على هدوء، خصوصا مع وجود دعوه لتظاهرات في بعض الجامعات، وبنتمنى ايضا ان يتم دعوه الناخبين للاستفتاء على الدستور من جانب الرئيس عدلي منصور حتى نسير الاتجاه الصحيح الاتجاه الصحيح باذن الله. شكرا لك الاستاذ عيسى فتحي خبير اسواق المال على هذه الرؤيه التحليليه. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، تلتقون غدا بحلقه جديده من مؤشر النيل عقب موجز 7 مساء بتوقيت القاهره. لكم تحيات اسره فريق العمل. يلا.